اهلا وسهلا فيكم اصدقائي، عم نطلع عليكم بيوم جديد واخيرا اجى نهار الخميس. اليوم اللي بنضلنا كل الاسبوع عم نستناه لحتى نعرف مين نجم الاسبوع ومين الرابح معنا. راح اذكركم اصدقائي انه نجم الاسبوع لليوم اللي راح يربح جائزه مقدمه من هابي ديزرت سفاري، فاوتشر لاربع اشخاص بتقدروا خلال هذا اليوم تستمتعوا بكل النشاطات اللي بتقدروا تستمتعوا فيها بالبر. أصدقائي نشاطات كتير حلوة بتقدر تستمتعوا فيها، وكل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتشاركوني كل اتصالاتكم وكل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا السحب وتكونوا أنتم كمان نجوم الأسبوع والرابحين معنا. رح نبدأ تحدياتنا لليوم ونعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول من أفضل مولات دبي العالمية، وهو إحدى أهم وجهات السياحة في الإمارات. يقع بمنطقة البرشة وتبلغ مساحته 220 ألف متر مربع. يحتوي على المحلات التجارية والمرافق الترفيهية، والتي من أشهرها سكاي دبي، حيث يعتبر المنتج الأول للتزلج في الشرق الأوسط. ما اسم المول الذي يقع في البرشة بدبي ويحوي سكي دبي؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي سؤالنا، بيقول من أفضل مولات دبي العالمية، وهو إحدى أهم وجهات السياحة في الإمارات. يقع بمنطقة البرشاء وتبلغ مساحته 220 ألف متر مربع. يحتوي على المحلات التجارية والمرافق الترفيهية، والتي من أشهرها سكاي دبي، حيث يعتبر المنتج الأول للتزلج في الشرق الأوسط. ما اسم المول الذي يقع في البرشاء بدبي ويحتوي على سكاي دبي؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو حليمة، أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ إمارات مول. متأكدة؟ متأكدة. زرتي هالمول من قبل ولا ولا مرة؟ إيه. كتير حلو صح؟ طيب أوكي، خبريني حليمة، فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو، أهلا أهلا فاطمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني صديقتي شو جوابك؟ إمارات مول. هذا ساعدك ولا الحال قدرتي تعرفي؟ لا زرته. زرتي؟ يا سلام. شكرا. يا سلام، شكرا لكم اصدقائي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه حليمه وفاطمه. إمارات مول يا ترى صح او خطا يا اصدقائي؟ اكيد رح نعرف بنهايه الوقت المخصص لهذا السؤال. هلا انتم كل اللي عليكم تفكروا كثير منيح وتشاركوني كل اجاباتكم، لسه معنا وقت طويل للسؤال، تقريبا لسه بعدنا ببدايه الوقت، لهيك فكروا كثير منيح. اذا ما كنتوا عارفين الجواب اكيد بتقدروا تسالوا الموجودين معكم او حتى تسالوا جوجل، اللي اكيد 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 رح يساعدكم ويعطيكم الجواب الصحيح. صحيح. اتصال جديد ومنقول الو. الو الو الو. احمد حسن. حسن، اهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. خبرني حسن شو جوابك؟ إمارات مول. طيب زرتوا لهذا المول من قبل ولا لا؟ حرام لسه. لسه؟ لازم تزوروا حسن، كتير حلو. شكرا لك، شكرا لك صديقي، ان شاء الله اكيد عم بستنى لما تزوروا تخبرني كيف لقيته. شكرا لمشاركتك معنا. إمارات مول يا ترى يا اصدقائي صح او خطا؟ اكيد رح نعرف بنهايه الوقت المخصص لهذا السؤال. سؤالنا كان بيقول واللون الاخضر تحديدا كان مخبي لنا من افضل مولات دبي العالميه، وهو احدى اهم وجهات السياحه في الامارات. يقع بمنطقه البرشاء وتبلغ مساحته 220 ألف متر مربع. يحتوي على المحلات التجاريه
الدولية والمرافق الترفيهية التي من أشهرها سكاي دبي، حيث يعتبر المنتج الأول للتزلج في الشرق الأوسط. ما اسم المول الذي يقع في البرشاء بدبي ويحتوي على سكاي دبي؟ فكروا كثير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم، خبروني كل إجاباتكم. إذا ما كنتوا كثير متأكدين من الجواب أكيد بخبركم دائما، بتقدروا تتصلوا فينا وأنا وريمبو رح نحاول قد ما نقدر نساعدكم. خبروني إذا عرفتوا اسم هذا المول أو لا، خبروني إذا زرتوه أو لا، وخبروني شو النشاطات اللي ممكن تكونوا عملتوها بهذا المول. أنا رح أحاول قد ما أقدر ما أغششكم. فكروا كتير منيح، شاركونا حليمة وفاطمة وحسن وكانت إجاباتهم مول الإمارات. يا ترى صح أو خطأ أصدقائي؟ أكيد رح نقدر نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. لسه معنا شوية وقت، فكروا كتير منيح لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا الصح بنهار الخميس القادم وتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. كمان لحتى نعرف يا ترى شو ممكن تكون هديتنا الأسبوع الجاي، فكروا كتير منيح. وكمان لنعرف أنا وصديقتي نجمة الأسبوع ندى اللي إن شاء الله شوي رح تكون معنا بالاستوديو، نعرف مين نجم هذا الأسبوع ومين اللي شارك معنا أكتر شيء وقدر يكون الرابح معنا ويحصل على جائزة عبارة عن رحلة سفاري لأربع أشخاص تقدروا خلال هاي الرحلة تستمتعوا بكل النشاطات. يلا يا أصدقائي فكروا كتير منيح، بعدنا ببداية الوقت، كتبوا اتصالاتكم شاركوني كل إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو 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 ألو، مرحبا، مين معي؟ أهلا وسهلا فيك صديقتي حور، كيفك اليوم؟ الحمد لله. خبريني حور، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ أكيد. طب كيف عرفتي؟ كيف؟ ماما؟ حور أنا ما عم بقدر أسمعك بوضوح أبداً يا صديقتي، لكن قدرت أخذ إجابتك مول الإمارات. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتقدر تكوني من بين الرابحين معنا. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، كتفوا اتصالاتكم شاركوني كل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تكونوا من بين الرابحين ونجوم الأسبوع. فكروا أصدقائي قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال، مين لسه رح يشاركنا من الأصدقاء؟ فكروا كتير منيح، يا ترى في اتصال، في اتصال، رح ناخذ هالاتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ ريم. ريم أهلا وسهلا فيكي، كيفك اليوم؟ بخير الحمد لله. خبريني ريم شو الجواب؟ الإمارات. مول الإمارات صح؟ صح. شكراً لك صديقتي، أنت كنت آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. للأسف أصدقائي انتهى الوقت، سؤالنا كان بيقول ما اسم المول الذي يقع في البرشاء بدبي ويحوي على سكاي دبي، والجواب أكيد صح مول الإمارات. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ريمبو لسه مخبي معلومات، لهيك لازم نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول هو باحث مسلم كان رحالة وفيلسوفا وفلكيا وجغرافيا وجيولوجيا ورياضياتيا وصيدليا ومؤرخا ومترجما لثقافات الهند، وصف بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية، وهو أول من قال أن الأرض تدور حول محورها. صنف كتبا تربو عن تزيد عن 120 كتاب. من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون البنفسجي كان بيقول هو باحث مسلم كان رحالة وفيلسوفا وفلكيا وجغرافيا وجيولوجيا وصيدليا ومؤرخا ومترجما لثقافات الهند، وصف بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية، وهو أول من قال أن الأرض تدور حول محورها. صنف كتبا تزيد عن 120 كتاب. من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند؟ يا ترى مين يا أصدقائي؟ شو اسمه الباحث المسلم؟ فكروا كتير منيح، إذا ما كنتوا عارفين الجواب أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من أهلكم الموجودين معكم أو حتى من جوجل اللي رح يساعدكم تقدروا توصلوا للجواب الصحيح. من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، دوروا على الجواب ودوروا على الاسم لحتى ما تنسوا أبدا وتضلكم متذكرين هذا الاسم اللي كتير مهم ويعتبر من أعظم العقول اللي ساهمت بتطور
دور الثقافة الإسلامية من سنين من الأصدقاء رح يكون أول أصدقاء المشاركين يشاركونا ويخبرونا الجواب. أصدقائي، من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند؟ مين رح يكونوا أول أصدقاء المشتركين يا ترى؟ مثل العادة حليمة وفاطمة، أو في حدا جديد من أصدقائنا؟ أنا بتوقع حليمة وفاطمة. هلأ مسكين جوجل قالوا نعم يدوروا. رح أعطيكم شوية معلومات. بتقول هو باحث مسلم كان رحالة وفيلسوفا وفلكيا وجغرافيا وجيولوجيا وصيدليا ومؤرخا ومترجما لثقافات الهند. وصف بأنه من أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية، وهو أول من قال أن الأرض تدور حول محورها. صنف كتبا تزيد عن 120 كتاب. رح ناخذ اول اتصال ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا فيك ريم. خبريني، قدرتي توصل للجواب؟ ابو ريحان البيروني. طب كيف عرفتي؟ ماما ساعدتني. الله يخلي لك الماما وشكرا لك ريم، اخذت اجابتك ابو ريحان البيروني. يا ترى اصدقائي صح او خطا؟ اكيد رح نعرف بنهايه الوقت، بس هلا اتصال جديد وبنقول الو. الو، اهلا وسهلا حليمه، خبريني عرفتي شو الجواب؟ ايه. شو؟ ابو ريحان ال فيك تقولي الاسم كامل ولا بس ابو ريحان؟ طيب حليمه كيف عرفتي؟ يا سلام، توقعت تكوني هلا ماسكه جوجل عم دوري. شكرا لك حليمه. خبريني فاطمه كمان رح تشارك. ايه يلا تمام. الو، اهلا اهلا فاطمه، خبريني صديقتي شو جوابك؟ ابو ريحان بيروني. شكرا لكم صديقاتي حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. فكروا كثير منيح اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. اتصال جديد وبنقول الو. الو حسن، اهلا وسهلا فيك من جديد، خبرني صديقي شو جوابك؟ ابو ريحان البيروني. كيف قدرت تعرف؟ حدا ساعدك ولا انت بتعرف الاسم؟ عمو جوجل. عمو جوجل، شكرا لعمو جوجل، واكيد شكرا لك يا صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اكيد اصدقائي مش غلط ابدا اذا استعنا بجوجل ودورنا كثير منيح على المعلومه، لانه بهي الطريقه بتكونوا عم تحفظوها اكثر وترسخ بعقلكم اكثر. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو، مين معي؟ حور. اهلا وسهلا حور، كيفك؟ منيحه صح؟ وصلتي معنا بالسؤال الاول. اوكي صديقتي خبريني شو جوابك؟ ابو ريحان البيروني. اكيد. شكرا لك حور، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا اليوم؟ ما سمعت صوت زينب ووعد، حمزه وفرح ولينا، واكيد باقي الاصدقاء. انا عم بستنى مشاركاتكم. اتصال جديد ونقول الو. الو، عندي إحساس إنه هي زينب صح؟ صح. أهلا وسهلا فيكي، خبريني زينب بكل حماس شو جوابك؟ أبو ريحان البيروني. أكيد أكيد. في حدا رح يشارك؟ أيوة. أوكي. ألو، أهلا وسهلا وعد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ أبو ريحان. نعم؟ أبو ريحان البيروني. أكيد أكيد. شكرا لكم صديقاتي المجتهدات زينب ووعد ابو ريحان البيروني. يا ترى يا اصدقائي صح او خطا؟ اكيد رح نقدر نعرف بنهايه الوقت المحدد لهذا السؤال. هلا لسه معنا شويه وقت، انتم المطلوب منكم بهذا الوقت تفكروا كثير منيح، تكتفوا اتصالاتكم، تشاركوني اجاباتكم لحتى تزيد فرصتكم لتكونوا نجوم الاسبوع ومن بين الرابحين معنا. وتذكروا اصدقائي مثل ما بقول لكم دائما، كل ما اتصلتوا اكثر كل ما كان عندكم فرصه اكبر لتدخلوا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. وأكيد ما رح أذكركم بجوائزنا اللي كتير قيمة اللي بتستاهل منكم تفكروا كتير منيح وتتصلوا فينا. اتصال جديد ونقول ألو. ألو، ألو، مرحبا، مين معي؟ فرح. أهلا وسهلا فرح، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني صديقتي قدرتي تعرفي شو الجواب؟ إيه. شو؟ أبو ريحان. تعرفي الاسم الكامل ولا بس اكتفي اخذ منك ابو ريحان؟ لا بس ابو ريحان. اوكي، في حدا رح يشارك؟ ايه. يلا تمام. شام اول. اوكي. الو، اهلا وسهلا شام، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني صديقتي شو جوابك؟ ابو ريحان البيروني. البيروني صح؟ صح. اوكي، نور رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. الو،
ألو. أهلا وسهلا، كيفك اليوم نور؟ منيحة الحمد لله، إن شاء الله تضلك بألف خير. خبريني شو جوابك؟ الأبو ريحان أبروري البيروني، صح؟ صح. شكرا لكم صديقاتي فرح شام ونور، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. أبو الريحان البيروني. من لسه من الأصدقاء رح يشاركونا، فكروا كتير منيح يا أصدقائي واستغلوا الوقت قبل ما ينتهي، تصلوا فينا وخبروني إجاباتكم. أكيد إذا ما كنتوا كتير متأكدين أنا وريمبو رح نحاول قد ما نقدر نساعدكم ونوصلكم للجواب الصحيح. فكروا أصدقائي لحتى أنا وياكم نعرف من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند. فكروا كتير منيح، إذا ما كنتم متأكدين أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة. للأسف يا أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند، والجواب أكيد صح أبو الريحان البيروني. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ريمبو لسه مخبي معلومات ومفاجآت بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول قدر مصنوع من الطين أو الفخار، يتكون من وعاء وغطاء على شكل مخروطي، ويستخدم في تحضير أغلب الأكلات المغربية، وتختلف أنواع الطبخ في هذا الوعاء باختلاف المنطقة، ويمكن أن يحضر باستخدام اللحوم والخضار والأسماك والفواكه المجففة والمكسرات والتوابل المختلفة، ويستخدم في دول المغرب العربي. ماذا يسمى الوعاء المخروطي المصنوع من الفخار ويستعمل في دول المغرب العربي؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. ألو، مين معي؟ غير. أهلا وسهلا فيك صديقي، كيفك اليوم؟ خير الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو جوابك؟ طاجين. أكيد صح؟ صح. شكرا لك صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. الطاجين، يا ترى يا أصدقائي صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حليمة، خبريني قدرتي تعرفي شو الجواب؟ إيه أعرفها. شو؟ طاجن. طيب جربت شي مرة تاكلي الأكل المغربي؟ إيه حلو. حبيتي؟ إيه كسكس. آه أوكي، أنا كمان كتير بحب الأكل المغربي. شكرا لك حليمة، رح ناخد الجواب من فاطمة. أوكي يلا. ألو. أهلا أهلا فاطمة، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ طاجن. أكيد أكيد. يا سلام، شكرا لكم صديقاتي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. حور، صح؟ أهلا وسهلا فيكي، خبريني شو جوابك؟ طاجن. أكيد. كيف عرفتي حور؟ ماما سألتني. الله يخلي لك الماما، وشكرا لك يا صديقتي. اتصال جديد ونقول ألو. 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 مين معي؟ حسن. حسن، أهلا وسهلا فيك من جديد، حسيت صوتك شوي بيشبه صوت حمزة. خبرني حسن، عرفت شو الجواب؟ أيوة، الطاجن أو الطاجين. طيب كيف عرفت؟ عشان أمي بتستخدمه كل يوم. الله يحفظها يا رب، شكرا لك حسن، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتقدر تكون نجم الأسبوع من بين الرابحين. اتصال جديد بنقول ألو. ألو. ريم. سيف. سيف؟ إيه. ريم ولا سيف؟ ريم. ريم، أهلا وسهلا فيكي، خبريني ريم قدرتي تعرفي شو الجواب؟ هي. شو؟ باجين. أكيد. أكيد. شكرا لك صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يعرفوا الجواب ويتصلوا فينا ويشاركوني معلوماتهم أفكارهم إجاباتهم لحتى تقدروا تكونوا من بين الرابحين؟ رح كرر عليكم يا أصدقائي، ريمبو كان بيقول قدر مصنوع من الطين أو الفخار، يتكون من وعاء وغطاء على شكل مخروطي، ويستخدم في تحضير أغلب الأكلات المغربية، وتختلف أنواع الطبخ في هذا الوعاء باختلاف المنطقة
المنطقة، ويمكن أن يحضر باستخدام اللحوم والخضار والأسماك والفواكه المجففة والمكسرات والتوابل المختلفة، ويستخدم في دول المغرب العربي. ماذا يسمى الوعاء المخروط المصنوع من الفخار ويستعمل في دول المغرب العربي؟ اتصال جديد ونقول ألو. ألو فرح؟ صح. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني يا صديقتي، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ شو؟ طازن. هذا ساعدك ولا أنت لحالك بتعرفي؟ لا لحالي. يا سلام. طيب فرح، في حدا رح يشارك؟ لينا. يلا تمام. ألو ألو. أهلا أهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني لينا، عرفتي شو الجواب؟ طازن. أكيد أكيد. فرح ولا الماما ساعدتك؟ الماما. الله يحفظها. خبريني حمزة رح يشارك؟ لينا. يا لينا شكراً، قطع الاتصال مع لينا. أكيد شكراً لفرح ولينا، وأنا وريمبو عم نستنى مشاركة حمزة. إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة أصدقائي، وتقدروا تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. أنا بتمنى كلكم تربحوا معنا وكلكم تكونوا نجوم الأسبوع. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا زينب، صديقتي المتحمسة دائماً. خبريني شو الجواب؟ شو؟ طازة. أكيد. شكراً إلك زينب، وعد رح تشارك؟ أكيد. يلا تمام. ألو ألو. ألو. أهلا وسهلا، وعد من جديد، قولي لي شو جوابك؟ طاجين. صح؟ صح. شكراً لكم زينب، وعد إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ الغلا. أهلا وسهلا فيك صديقتي، كيفك اليوم؟ بخير الحمد لله، إن شاء الله تضلك بألف خير. خبريني عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ طاجين. شكراً لك يا صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. الطاجين. أنت كنت آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. للأسف انتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا بيقول: ماذا يسمى الوعاء المخروطي المصنوع من الفخار ويستعمل في دول المغرب العربي؟ والجواب أكيد صح، الطاجين. إن شاء الله ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا. ريمبو لسه مخبي معلومات وتحديات بس بعد البريك. رجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا. طبعاً لازم أخبركم أن نجمة الأسبوع صديقتي ندى صارت موجودة معنا بالاستوديو. بس قبل ما نرحب فيها ونعرف مين نجم هذا الأسبوع ومين اللي رح يكون رابح معنا، رح نعرف ريمبو شو المعلومة الأخيرة اللي مخبي لنا إياها، ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول: مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، تتبع للسلطة القضائية، رمزها هو ميزان العدالة، وتدرج إلى ثلاثة درجات، أولها البداية، وثانيها الاستئناف، وثالثها التمييز، والتي يطلق عليها في بعض الدول العليا. ماذا يسمى المقر الذي يتقاضى فيه المتخاصمون ورمزه ميزان العدالة؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول: مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، تتبع للسلطة القضائية، رمزها هو ميزان العدالة، وتدرج إلى ثلاثة درجات، أولها البداية، وثانيها الاستئناف، وثالثها التمييز التي يطلق عليها في بعض الدول العليا. ماذا يسمى المقر الذي يتقاضى فيه المتخاصمون ورمزه ميزان العدالة؟ مين رح يكون أول الأصدقاء اللي رح يعرفوا جوابه ويتصلوا فينا ويخبرونا إجاباتهم؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، سؤالنا كتير سهل. أنا عارفة ومتأكدة إن كلكم عارفين الجواب، بس هيك حاولوا تذكروا منيح وفكروا لحتى تقدروا توصلوا للجواب الصحيح. وأكيد إذا ما كنتوا كتير متأكدين تقدروا تسألوا الموجودين معكم، وكمان أكيد تقدروا تسألوا جوجل. مين يا ترى رح يكون أول المشاركين؟ حليمة ولا فاطمة ولا في حدا جديد؟ رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. حليمة أهلا وسهلا فيكي، خبريني شو جوابك؟ المحكمة. في حدا ساعدك ولا أنت لحالك عرفتي؟ أنا. يا سلام، سهل صح؟ سهل. أوكي فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا باي، شوفك يوم الأحد. نعم؟ أكون باي. باي إن شاء الله أكيد.
فاطمة. يا فاطمة ألو. أهلا وسهلا فيك صديقتي، خبريني شو جوابك. المحكمة. أكيد أكيد. شكرا لمشاركتك فاطمة، وأكيد باي كمان. شكرا لكم حليمة وفاطمة، دائما بتشاركونا ودائما بتكونوا أول الأصدقاء اللي هيك بفكروا كتير منيح وبيكونوا السباقين بإجاباتهم. فكروا كتير منيح أصدقائي، شاركونا حليمة وفاطمة وكانت إجاباتهم المحكمة. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا، مين معي؟ معك سارة. أهلا وسهلا سارة، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام، انتي اخبارك؟ الحمد لله بخير يا صديقتي. قولي لي قدرتي توصلي للجواب؟ المحكمة أو دار القضاء. أكيد؟ نعم. شكرا لك سارة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتقدري تكوني من بين الرابحين. اتصال جديد ونقول ألو. أكيد أكيد زينب صح؟ أهلا وسهلا فيكي، خبريني شو الجواب؟ وين حماسك طيب؟ شكرا لك زينب، بعد رح تشارك؟ ايوه يلا تمام. الو الو وعد. وعد يا وعد، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ المحكمة. اكيد. شكرا لكم صديقاتي زينب وعد، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة وتقدروا تكونوا نجوم الاسبوع. اتصال جديد ومنقول الو. الو الو. اهلا اهلا فرح. فرح صح؟ لا شام. اوكي شام شام، عم تاخذي كلمات فرح. اهلا وسهلا فيك صديقتي، خبريني قدرتي تعرفي شو الجواب؟ شو؟ المحكمة. حدا ساعدك ولا انت لحالك وصلتي للجواب؟ لا حدا ساعدني. مين؟ ماما. سلام، سلمي لي كثير على الماما والله يحفظها، شكرا لمشاركتها معنا. بس خبريني في حدا رح يشارك؟ الو؟ ما في حدا رح يشارك. نور وفرح، اوكي خلص رح اخذ اجابتك شام، وعم بستنى اتصال نور وفرح. معنا اتصال جديد. اتصال جديد. الو؟ الو فرح، اهلا وسهلا فيكي، خبريني شو جوابك؟ المحكمة. اكيد. اكيد. في حدا رح يشارك؟ لينا. يلا تمام. الو الو. اهلا اهلا لينا، خبريني شو جوابك؟ المحكمة. حدا ساعدك؟ شو؟ لا. لحالك؟ لينا لحالك؟ طيب صديقتي شكرا لمشاركتك واكيد شكرا لفرح، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة. اتصال جديد وبنقول الو. الو. حور صح؟ صح. اهلا وسهلا فيكي، خبريني شو جوابك؟ حور عم تسأل، حور شو جوابك؟ المحكمة. أكيد. شو أكيد؟ أكيد. شكرا لك صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتقدري تكوني أنت كمان نجمة الأسبوع ومن بين الرابحين معنا. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ حمدان. أهلا وسهلا فيك حمدان، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني انت شاركتنا من قبل ولا هي اول مره؟ شاركت من قبل. طب تذكرني من وين كنت عم تحكي معنا، من اي اماره؟ من الجيره. اهلا وسهلا فيك صديقي، من وين ما كنت عم تحكينا، خبرني حمدان قدرت توصل للجواب؟ المحكمه. اكيد. شو اكيد؟ اكيد. شكرا لك حمدان، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتضلك دائما عم تتواصل معنا انا وريمبو وتشاركنا اجاباتك وافكارك. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي، كتبوا اتصالاتكم، شاركوني اجاباتكم لتكونوا نجوم الاسبوع. اتصال جديد وبنقول الو. الو 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 يا اصدقائي انا ما عم بسمعكم. الو الو الو. للاسف اصدقائي انا ما عم بقدر اسمع بوضوح ابدا، شكلهم قطع الاتصال. اكيد صديقي او صديقي اللي كنت صديقتي اللي كنتوا عم تجربوا تتواصلوا معنا، انا وريمبو عم نستناكم. اتصال جديد بنقول الو. الو حسن، خبرني بسرعه شو الجواب؟ المحكمة. شكرا لك صديقي، انت كنت اخر الاصدقاء المشاركين معنا لليوم، للاسف انتهى الوقت. سؤالنا اصدقائي كان بيقول ماذا يسمى المقر الذي يتقاضى فيه المتخاصمون ورمزه ميدان العدالة؟ واكيد الجواب المحكمة. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل اجاباتكم كانت صحيحة. انا ونجمة الاسبوع ندى رح نخبركم مين الرابح معنا بس بعد البريك.
معكم أصدقائي أنا ومعي صديقتي نجمة الأسبوع. أهلا وسهلا فيكي، كيفك؟ الحمد لله. خبريني، بتحبي ريمبو؟ بحبه. أنت ربحتي بس رح تضلك تتواصلي معنا صح وتشاركي؟ تفضلي. ألف مبروك هديتك ندى، بس أنا وياكي هلأ رح نعرف مين نجم الأسبوع ومين الرابح. تعالي خلينا نسحب سؤال، إذا بتحبي فيك الظرف هون تحكي هون. أوكي. خبريني أي لون رح نسحب؟ الأحمر. الأحمر؟ تمام. تفضلي. تعالي خلينا نشوف مين رح يكون رابح. أنت ما بتعرف تقرأي صح؟ أوكي أنا رح أقرأ الاسم. مين الرابح معنا يا ترى؟ يا سلام، حور من الفجيرة. ألف ألف مبروك صديقتي حور، أنت نجمة الأسبوع والرابحة معنا. ألف مبروك ندى. أنا كتير انبسطت بوجودك اليوم، وأنا وريمبو كتير منحبك، بس هلأ صار لازم نقول للأصدقاء شو؟ باي باي. باي باي.